أمازيغية بحرفها الأصلي تيفيناغ، لما بقاش فقط داخل المدرسة بل خرج للفضاء العمومي، أصبح في واجهة المؤسسات وفي علامات التشوير. لمناقشة هذا الموضوع معنا واحد من الأساتذة الممارسين لتدريس اللغة الأمازيغية، سي طيب بركة، أستاذ اللغة الأمازيغية بالرباط. كان رحبو بك سي طيب. أزول في الله كتان ميرت في تويزين كسيس نغاسة. أزول مس حمد تان ميرت نكبهرة في سنوب جين دو سيس نك نا استرغانا سيدنا دي تفوت فكل ما يزدين تسنا تمازيغ تتلات تمازيغ. تان ميرت مرحبا. سيدات والسادة قبل ما نبداو الحوار مع الضيف ديالنا كنحيلكم على تقرير أول. كان تاريخ 10 فبراير 2000 يوما مشهودا بالنسبة للحرف الأمازيغي تيفيناغ، حيث قامت الدولة المغربية بالاعتراف به رسميا على أعلى مستوى حرفا لكتابة اللغة الأمازيغية الحاسوب والبرامج والتطبيقات المعلوماتية، كما تم اعتماده في إصدار أولى الكتب المدرسية سلسلة تفاوين تمازيغت، ليحصل بعد ذلك سنة 2004 على اعتراف دولي من هيئة إيزو يونيكود لتقعيد الأبجديات العالمية. وبهذا انفتحت أمام الحرف الأمازيغي الذي كان شبه محظور قبل هذا التاريخ آفاق جديدة وطنيا ودوليا، وأهمها اعتماده في نظام الويندوز وفي الفيسبوك، وكذا تعليمه داخل المدارس المغربية باعتباره واحدا من المبادئ الأربعة لتعليم اللغة الأمازيغية، والتي هي الإلزامية، التعميم الأفقي والعمودي، التوحيد، وحرف تيفيناغ. سي طيب بركة، نعرفوا شنو هي المبادئ والأسس اللي كيقوم عليها تعليم اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ؟ أولا في بادئ الأمر يجب أن نعلم بأن منهاج اللغة الأمازيغية أو ما يسمى بالتوجيهات التربوية والبرامج البيداغوجية خضع لتعديلات مؤخرا فيما يتعلق بالطرق المنهجية لتدريس اللغة الأمازيغية ككل بمكوناتها الستة، ومن بينهم المكون الكتابة. فكنلقاو بأن من بين أهم المبادئ التي أريد أن أذكرها يتعلق الأمر بمبدأ التدرج. هذا المبدأ أساسي جدا في تعليم اللغة الأمازيغية. في إذا اقتصرنا الحديث حول مكون الكتابة سوف نتحدث على التدرج في تقديم الكتابة، بدءا بالحرف، شكل الحروف، ثم بعدها يأتي تعليم المقاطع. هنا يتجلى لا يعني عملية تدرجية من الحرف إلى الفقرة. نعم والنص تماما. وتمت مقاربة هذا المبدأ التدرجي على مستوى مكون الكتابة، مقاربته بالمستويات. في المستوى الأول يتم تعليم هذه الحروف كاملة 33 حرفا، يعني في كل مجزوءة كنلقاو ست حروف في أسبوع، واحد حرفين يعني حرفين في كل أسبوع. نعم. ثلاث أسابيع يعني تعليم ست حروف. في الأسبوع الرابع يتم تعليم هذه الحروف الستة في الأسبوع الرابع مجموعة. وبعدها الأسبوع الخامس يأتي تقويم المتعلمين في مدى تمكنهم من كتابة هذه الحروف وفق معاييرها الأساسية. ثم بعدها في المستوى الثاني، حيث كان وجدوا بأن هذه الحروف ديال اللغة الأمازيغية فينا كنلقوا بأن مجموعة من الحروف كتشارك. في المستوى الثاني يجب أن يتمكن المتعلم من تمييز الحروف الدائرية فيما بينها، وتمييز المثلثة فيما بينها، وتمييز المربعة فيما بينها، والمخططة، وكذلك الممزوجة. حيث هناك في التيفينا هناك بعض الحروف ممزوجة، كنلقاو مثلا دوائر أو أنصف دوائر مع خط أو مثلث مع خط. يعني هذه الحروف يجب أن يميزها أو يميز بينها المتعلم في المستوى الثاني. في المستوى الثالث ينفتح المتعلم على كتابة الجمل
يعني هنا يقوم بإنجاز تمارين يتم تلقينه بكيفية كتابة الجمل مع احترام الإملائية المتعلقة بها والمعجم الذي تلقى المتعلم خلال المستويات الأول والثاني ثم الثالث وبعدها ابتداء من المستوى الرابع يتمكن المتعلم من كتابة فقرة صغيرة ثم نص قصير في المستوى الخامس والسادس. وبطبيعة الحال هذا فيما يتعلق بالمبدأ الأول الذي تحدثت كتابة، هذا مبدأ التكامل يتعلق بالتكامل بين اللغات. الآن في المنهج التربوي للتعليم الابتدائي كنلقاو بأن نفس الحرف أو نفس الحروف التي يتعلمها المتعلم في اللغة العربية والفرنسية نجدها يتعلمها في الآن ذاتية أو في المجزء نفسها في اللغة الأمازيغية، وبالتالي هذا كيخلي المتعلم أنه ما يوقعش ليه واحد الخلط. كنلقاو أحيانا بأن حروف كتشابه مع حروف ديال تيفيناغ في الفرنسية مثلا أو 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 مثلا غيقرأ في المجزء الخامسة مثلا وفي المجزء غير الخامسة في الأمازيغية كيقرأ حرف آخر دائري حرف ر ير مثلا، وبالتالي باش ما يتخالطوش ليه كيتمكن أنه يقرأ حرف أو بالأمازيغية في المجزء الأولى ويميزو بالحرف أو في الفرنسية ويعرف بأن هذاك دائرة واحدة، وفي الأمازيغية اللغات. وكاين تكامل بين المكونات عاوتاني، يعني كاين تكامل بين المكونات مثلا المعجم مكون أموال التونيتين أو المعجم اللي التلميذ كيعرف به الكلمات ديال اللغة والمعاني ديالها. نعم في كل مجزوءة يعني ينفتح على معجم المجزوءة، وهذا المعجم يعني يتم توظيفه ليس فقط في المكون ديال المعجم ولكن في باقي المكونات بما فيه مكون الكتابة. إذن هناك تكامل بين جميع المكونات أيضا وجميع الأنشطة، لأن ما يتلقى المتعلم في جميع المكونات يستثمره في مكون الكتابة عن طريق إنتاجه الكتابي في مستويات الرابع الخامس السادس، وفي كذلك قراءة العبارات والكلمات في المستويات الأول والثاني والثالث. فشنو هو قد كمكون في حد ذاتي؟ يعني هو مكون نقدر نقوله أداتي يعني هو أساسي وكذلك أداتي في المكونات الأخرى. لأن مثلا التعليم الأنشودة مثلا يقف على مجموعة من المراحل، بدءا مثلا بتعريف موضوع الأنشودة ثم بعدها قراءتها وشرح مضامينها ثم بعدها يقرأها المتعلم ويعني ينشدها ثم الاستخراج القيم اللي كاين فيها أو نقدها إن شئنا. ثم إذن هذه المراحل الأنشودة يتعلمها المتعلم في المستوى الأول كمبدأ عن طريق الاستماع، يعني لا يستطيع أن يتعلمها عن طريق المشاهدة أو القراءة لأنه لم يتعلم بعض لم يتعلم بعض الحروف. ولكن في المستوى الثاني ثم الثالث والرابع ثم المستوى الأخرى عن طريق حستين ليس هو التعلم بحسة واحدة. المهارات تتكامل هنا. تتكامل بين السمع والقراءة ديال النص. نعم نعم هذا أعطيت مثال غير فيما يتعلق بمكون الأنشودة، وهناك أمثلة أخرى مشروع لوحدها مثلا كاين في جميع المستويات، المستوى الأول كذلك عندما يتمكن المتعلم من الكتابة سيتمكن من استثمار المعجم ديال المجزوءة مثلا العائلة معجم العائلة سينجز مثلا شجرة عائلة وبالتالي يوظف ما تلقى من المعجم بابا إما وغيرها من أسماء أفراد العائلة وكتابتها في مشروع الوحدة. وهذا ييسر كذلك المعرفة بالحروف، كيزيد رسخ المعرفة بالحروف لأن الكتابة ديال الأسماء الأسرة والأقرباء كيسهل عملية المعرفة بالحروف تمام. كذلك تماما تماما وغيرها يعني من المكونات مكون مشروع الوحدة للنشيد ثم التواصل وغيرها. فدائما مكون الكتاب في ناخ في تدريس باقي المواد يعني ديال الأمازيغية ديال تدريس اللغة الأمازيغية يعني باقي المكونات يعني يعني نفس الفكرة فيما يتعلق بتدريس المكونات مثلا مكون
الكتابة كما قلت فهو مكون أساسي كالقراءة والتواصل، إلى جانب كونه مكونا أداتيا يمكن المتعلم من ليس فقط بناء الكفايات التواصلية بل بناء الكفايات أخرى عن طريق الانفتاح على الغير وتقبل الرأي الآخر، وكذلك عن طريق التعبير على حاسسه والتعبير على أفكاره. يعني هنا يتجلى يعني مدى أهمية ريس حول كلمة التواصل، وقع نقاش عمومي حول كلمة التواصل، التواصل بالأمازيغية، ففهم البعض كما لو أن عبارة التواصل بالأمازيغية كتعني فقط الشفوي، ولكن هنا كيبان من خلال الكلام ديالكم بأن مهارة الكتابة بالحرف الأمازيغي كتحتل مكانة مرموقة في العملية التعليمية. نعم تماما تماما، فالكفاية التواصلية التي تعد هي الكفاية الأساسية تعليم اللغة الأمازيغية، إلى جانب مجموعة من الكفايات الأخرى التي تعتبر عرضانية أو نجدها تتحقق أيضا في باقي المواد، ليس فقط في مادة اللغة الأمازيغية، ولكن الكفاية الأساسية هي الكفاية التواصلية، يتم تنميتها ليس فقط على المستوى الشفهي. يعني تبدأ إذا قاربناها بمبدأ التدرج كما ذكرت آنفا، بأن المتعلم يبدأ في المستويات الأولى بتنمية الجانب الشفاهي هو الأول، ثم بعدها في المستويات الرابع ابتداء الثالث الرابع ثم الخامس والسادس، فينمي الكفاية التواصلية عن طريق الكتابة. يعني يمكن تقسيمها إلى كفاية شفهية وكفاية كتابية، يعني هي المشكلة للكفاية التواصلية على مستوى تعليم اللغات بما فيها اللغة الأمازيغية. نعم، كان هناك نقاش تقريبا انطلق منذ 2007-2008 في المغرب حول تدريس ثلاث حروف دفعة واحدة للتلميذ. البعض بدأ يتكلم ذاك الوقت ويقول عملية غير ممكنة بيداغوجيا أننا نقريو ثلاثة الحروف للتلميذ في نفس الوقت. كان قريوها الحرف العربي اللغة العربية، كان قريوها الحرف اللاتيني للغة الفرنسية، وكان قريوها حرف تيفيناغ. هادو بطبيعة الحال هما الناس اللي كانوا من أنصار أننا نقريو الأمازيغية بحرف غير حرفها الأصلي. فإلى أي مدى من ناحية العملية باعتباركم كتمارسوا تعليم وعندكم علاقة يومية مع التلاميذ، إلى أي مدى يصح هذا الزعم أنه لا يمكن الحرف تيفينا؟ ف نقدر نقول بأنه أبسط الخطوط أو الحروف التي يتلقاها المتعلم في الابتدائي، وهذا يعني ثبته الجانب العملي أن كذلك الجانب الشكل، غير إلا شفنا غير الحرف وقارن الحروف والخطوط وقارناهم فيما بيناتهم، مدى سهولة هذه الحروف ومدى يسرها في الكتابة. كنلقاو بأن الحرف الوحيد اللي ممكن نرسمه بالأدوات الهندسية هو حرف ديتي فينا. ممكن استعمال الأدوات الهندسية ولكن الحروف الأخرى لا. نجد بأن الحروف الأشكال الهندسية اللي كاينة في خط تيفينا هي الأشكال بسيطة جدا وغير معقدة، مثلث، مربع، دائرة وخط. هادشي اللي كاين كنلقاو وكنلقاو حروف ممزوجة، حتى المزج بينها لا غير معقد. المزج إما مثلث مع خط أو نصف دائرة مع خط في الزاي المفخم والمرقق، ونجد المربعات غير مكتملة، كنلقاو مربع كذلك، ثم خطوط. المستوى الأول ينفتح المتعلم على التخطيط البداية، يقوم برسم هذه الأشكال الهندسية، ثم بعدها يتعلم كتابتها وفق المعايير ديال الكتابة فوق السطر، ثم الكتابة في أربعة أسطر، ثم الكتابة احترام الشكل. ولكن في المستويات المتقدمة الثالث الرابع نجد بأن التلميذ ينفتح على كتابة الجمل ثم النصوص، وبالتالي ما ييسر عملية التوظيف اللغوي أثناء الإنتاج الكتابي هي هذه الأبجدية التي وضعها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمعتمدة في الكتب المدرسية. نجدها بسيطة جدا مقارنة مع باقي الخطوط، نجد بأن
حرف تيفيناغ في صوته دائما يحافظ على نفس الشكل أينما كتب. نعم. دائما نفس الشكل، يعني كل صوت له شكل واحد وقار ومستقر سواء جاء في بداية وهذا كلمة قصت ومنسجم في 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 فقراته وفي يعني أن يكون متكاملا في الشكل وفي المعنى. ثم هناك مبدأ ثاني في الألفبائية كما ذكرت التي وضع المعهد الملكي والتي يدرس يعني الألفبائية التي وضعها ويدرسها المتعلم ألف كتب مدرسية، نجد أن كل ما يكتب يقرأ، كل ما يكتب يقرأ، ما غنلقاوش مثلا بحال كل ما ينطق كذلك، كل ما ينطق ويكتب يكتب يكتب تماما، ما كنلقاوش بحال الفرنسية كنلقاو مثلا حروف في آخر كلمة وهي غير منطوقة مثل لونطون مثلا، لا هذا ما كاينش في اللغة الأمازيغية. إذن هذه معايير بسيطة يعني يمكن أن يفهمها الكل وعن التجربة البيداغوجية. تماما تماما، لأن حتى من يطلب بكتابة الأمازيغية بحرف بالحرف اللاتيني يعني ربما لا يعرف تركيبة الحرف اللاتيني وأصواته ولم يقارنها مع أصوات اللغة الأمازيغية وتركيبتها. يعني هناك فرق كبير، وحتى في الشكل ديال الحروف سوف يجعل المتعلم يعني غير لن يستوعب أصوات اللغة الأمازيغية، لأننا لا نركز في اللغة الأمازيغية على تعليم فقط الأصوات أو فقط الأشكال، بل يجب أن يتمكن المتعلم في قراءة ما يكتب. الفونيتيكي أو الصوتي في الأمازيغية. تماماً تماماً، يعني لا يمكن مع هذه المعايير الواضحة بطبيعة الحال لا يمكن تدريس أو قراءة اللغة الأمازيغية بغير حرفها. سي طيب بركة، قبل ما نتابع الحوار معكم سيدات والسادة، كنحيلكم على تقرير ثاني. كان لقرار تدريس اللغة الأمازيغية بحرفها الأصلي تيفيناغ دلالات بالغة الأهمية، حيث يرتبط الحرف بالهوية البصرية للدولة والمؤسسات، كما يرمز لآلاف السنين من العراقة التاريخية الأساسية لكي يستطيع المتعلم وتكون له القدرة والمهارة في كتابة وإنتاج مختلف النصوص الكتابية، لأن الأمر لا يتعلق فقط كما ذكرت بكتابة نص. وفاء للمبدأ الثاني المتعلق بالتكامل، فضرورة أن يكون المتعلم على دراية بأنواع النصوص في اللغة الأمازيغية وعلى دراية بمعجم دراسي للغة الأمازيغية، لأن هذا ما يجعل المتعلم يوظف بشكل سليم المعجم وينجز المطلوب منه، يعني أنه معيار أساسي في الإنتاج الكتابي. ضروري أن يكون التلميذ ينجز المطلوب، مثلا طلب منه نص ما يكفي باش يحرر فقرة، نعم باش يحرر الفقرة بالخطاب المطلوب مني. إذن المستويات من الرابع ثم الخامس والسادس، يعني السادس في آخر مستوى السادس يجب أن يتمكن المتعلم من كتابة نص يوظف فيه المعجم المدرسي، يوظف فيه الخطاب المطلوب منه، يوظف فيه قواعد الصرف، قواعد الكتابة، يعني تركب فراغ بين الكلمات، وكذلك الترقيم المناسب، أمحاس من فاصلة وعلامة تعجب وغيرها من علامات الترقيم، ثم الجودة في الكتابة. المستوى من الإتقان عند التلاميذ. تماما. إذن هذا هو الإشكال في تدريس اللغة الأمازيغية وتعميمها. ليس هو الخط وليس هو المنهاج، منهاج موجود. هناك إشكال كبير فيما يتعلق بالتعميم. تعميم بطيء، إن لم أقول تعميم غير مجدي، لا يجدي نفعا حاليا، لأن المتعلم في معظم المدارس المغربية يدرس الأمازيغية في المستوى الأول الثاني إلى حدود الرابع، ثم كينتهي المسار ديال الأمازيغية بالنسبة للمتعلم الخامس والسادس، وهما كما ذكرت أساسيان، لأن في هذ المستويين إذا اقتصرنا على مكون الكتابة داك الشيء اللي تعلم في مختلف المكونات ماشي غير الكتابة كما ذكرت، في المعجم، في التواصل، جميع المكونات أنه كيستمروا في الإنتاج الكتابي، وفي مختلف المكونات الأخرى بطبيعة الحال فكتبين في المستوى الخامس والسادس مدى تمكن المتعلم من الأمازيغية،
عندما تغيب الأمازيغية بالنسبة للمتعلم في هذين المستويين فإنه كأن لم يدرسها. يعني قاعد داك الشيء اللي خصو يحقق تراكم إيجابي كيضيع بالنسبة للمتعلم حتى في المستوى الأول والثاني والثالث والرابع. إذا درس المتعلم الأمازيغي هناك إشكالات كبيرة. إذا ذكرنا بأن التعميم يعني لا يجدي نفعا كما ذكرت إن صح التعبير في المستوى الخامس في الابتدائي كاملا بسبب غياب أمازيغية في المستويات المتقدمة الخامس والسادس وأحيانا حتى الثالث والرابع في بعض الهوامش التي نجد فيها أفواج يعني كثيرة بزاف. إذن هذا إشكال كبير. ثم ذكرت عامل مشكل الزمن. الزمن غير كافي بالنسبة لتعليم الكتابة للمتعلم خاصة في المستوى الأول. دابا كنلقاو بأن كتاب التلميذ كنلقاو بأنه غادي يدير بزاف الأنشطة. هاد الأنشطة اللي غيديرهم بأنه غادي يرسم الأشكال الهندسية وغادي يتبع دوك النقاط اللي كاينين تما في الكتاب كياخذوا ليه وقت بزاف. الأستاذ خصو يكتب ليه النماذج في الدفتر، يعني ملي غيسالي في الكتاب غادي يدوز للدفتر باش يكتب يعاود يكتب النماذج ديال الحروف. هاد الشيء كياخذ وقت كبير، وبالتالي نصف ساعة بالنسبة لمكون الكتابة راه غير استعمال الزمن كيطرح مشكل. ثم كذلك إشكاليات استعمال الزمن بالنسبة للأسرة الأمازيغية الشهر الأول دائما في كل سنة يعني سنة كيخوض معركة نقدر نقول كبيرة مع الأساتذة مفتشي المزدوج يعني كنلقاو الوزراء برمجات استعمالة الزمان ديال اللغة الفرنسية والعربية أو على الأقل بسبب أن هاد المواد ديال العربية والفرنسية والرياضيات هما عندهم السبق في التعليم، يعني دخلوا المدرسة المغربية قبل اللغة الأمازيغية، وبالتالي كتبان دائما اللغة الأمازيغية مادة اللغة الأمازيغية جديدة. يعني راه دخلت من 2003 ولكن دائما إلى حد الآن كتبان جديدة. حيت التعميم بطيء جدا لان ما كاينش تراكم اللي يجعلها تقدم تماما. وملي كتجي كيجي الاستاذ الامازيغي كيلقى راسو خصو هو اللي يدير مجهود باش يقاد استعمال الزمان، اما هذوك راه عندهم استعمال الزمان ديالهم وبالتالي انت دير مجهود وخرج استعمال الزمان ديالك وخدم. اذا دائما كيضيع هذا الشيء قبل مدرسه الرياده، ولكن الا جينا غنلقاو بان المشكل غادي يتعمق مع مدارس الرياده دابا اللي كاينين حاليا واللي الامازيغيه ما كايناش فيهم لأن مدارس الريادة التصور ديال هذا المشروع كيشوف بأن الأمازيغية هي مادة بالعكس اختيارية بحال بعض المواد بحال التربية الفنية بحال يعني هاد المواد هادو ما عندهمش ديك الفترة ديال دعم التعلمات التلاميذ وفق المستوى المناسب طار ما يسمى بطار كتكون في الشهر ونصف الأول في السنة. وبالتالي هاد الدعم للتعلمات التلاميذ وفق المستوى المناسب يقتصر على المواد الأساسية اللي هما الرياضيات الفرنسية والعربية، وبالتالي كيلقى أستاذ اللغة الأمازيغية راسه ما كاينش إذن الأمازيغية ما غاديش تقرأ في هاد الشهر ونصف فيما قبل، وهناك أخبار بأنه غادي تزاد واحد نصف شهر آخر غتولي دابا شهرين في الدعم. وبالتالي إلا كانت شهرين في الدعم كاملة كتضيع عاد غادي يدخل الأستاذ الأمازيغي باش يبدا يقلب على لومبلوا غادي خصو ثاني شحال باش يخرج لومبلوا ديالو نقولوا غير 15 يوم، وبالتالي راه تقريبا ما يقارب 3 أشهر ديال ضياع زمن تعلمات التلاميذ فيما يتعلق باللغة الأمازيغية. وكذا هنا كيبان أنه ما كاينش التزام ما يمكنش التعامل بهذا الشكل داخل النظام التربوي. نعم إشكال كبير. وحاليا هناك أيضا واحد الميز يمارس ضد أساتذة اللغة الأمازيغية ضد هذه المادة بسبب كونها كما في المتصور ديال واضع مشروع مدارس الريادة بأنها مادة ثانوية خلاو أستاذ اللغة الأمازيغية بدون عدة. بزاف ديال المدارس أنا كاين في مدرسة الريادة عندي العدة ديالي وهذا، ولكن هناك بزاف ديال المدارس ما استفدوش أساتذة اللغة الأمازيغية من العدة ديالو من البي سي من داتا شو باش يخدموا ومن دوك الأساسيات يعني الوسائل التقنية اللي كتنجح العملية التعليمية تماما اللي غادي تمكنهم أنهم يديروا الخدمة ديالهم على أتمام وجه. إضافة إلى ذلك القاع، يعني هذا القاع الزمن تعلمات اللي هو المحدد في نصف ساعة الحصة مكون الكتابة مثلا كنلقاوه نصف ساعة فقط.
إلا زدنا بأن أستاذ اللغة الأمازيغية ما عندوش قاعة، ما كاينش قاعة عند الأستاذ الأمازيغي، يعني كيف كيقرا في نقاش؟ ما كاينش، ما غير نقاش، يعني كيجي أصلا ما عندوش قاعة في المدرسة. حتى إلا لقاها واخا تكون القاعة، كيجي كيقول لك المدير أو لا الواقع، بلا ما يقول لك المدير، الواقع غيقول لك بأن نصف ساعة ما فيهاش الوقت باش تطلع عندك مثلا التلاميذ اللي كنتي كتخدم الفوق مثلا، ولا كتخدم في قاعه اخرى بعيده باش ينتقلوا التلاميذ، راه هذيك نص ساعه غتضيع اصلا، غتضيع. اذا الاستاذ كيضطر انه يبدا يتنقل، وبالتالي راه الزمان ضايع غير كان على الاقل الاستاذ كيدير مجهود باش على الاقل ما يضيعش بزاف الوقت، وهو كيسير به كيتنقل بين القاعات باش ما يضيعش استعمال الزمن. الا دار هذا الشيء، الا دار مجهود، الا دار وباغي انه يدرس اللغه الامازيغيه، وغالبا اساتذه اللغه الامازيغيه كيعتمدوا على المجهود ديالهم في تدريس اللغة الأمازيغية، وصراحة هناك إرهاق كبير، لأنه باش ما تكونش عندك قاعة وما يكونوش الوسائل وتعطل لومبلو دو طون، راه صعيبة على الأستاذ وصعيبة على المتعلمين اللي باغيين أنهم يقراوا اللغة الأمازيغية ويتملكوها كباقي اللغات المدرسة في التعليم الابتدائي. إذا هذا الكلام اللي قلت، حرف تيفيناغ مسؤول على تأخر تعليم الأمازيغية، لا أساس له في الواقع، بل هناك عوامل يعني قاهرة لجعلتنا الأمازيغية غير معمم تماما. عوامل واقعية، ما بغيتش نقول بأنها ممنهجة، ولكن هي واقعية، حيت دابا راه استمرت شحال هذه، من استمرت 20 سنة، 20 سنة وهي مستمرة، راه ما يمكنش نبقاو نقولوا بأنها غادي طارئة أو لا مفاجئة أو صدفة. يعني راه إشكال كبير شحال هذه، والأساتذة اللغة الأمازيغية باغيين أن هذا المشكل توضع لي حد نهائي، وأنه تكون واحد التكافؤ بين اللغات وبين الأساتذة. والأساتذة كذلك. نعم. فالمستوى. وكنعتقد أن الطبع الرسمي اللي كيضمنه أسمى قانون في البلاد اللي هو الدستور كيلزم هذا الأمر، هذا أنه تكون أمازيغية مخوذة بعين الاعتبار كغيرها كالعرب. الوضع ديال اللغة الرسمية. يعني ما يتعلق بالأنشطة الموازية والأنشطة الفنية، شنو هو الموقع ديال تيفيناغ فيها؟ لأن تكلمتوا على أن حرف تيفيناغ عنده أشكال هندسية مغرية وتثير اهتمام الطفل، وكنعرفوا بأن في مختلف الحروف كاين الجانب الفني الكاليغرافي، أن الأطفال كيشتغلوا مثلا في الخط العربي، كاين الجانب الجمالي والفني في الحرف اللاتيني، وكذلك في حرف تيفيناغ، بدليل أن واحد العدد كبير ديال الفنانين التشكيليين كيشتغلوا في الكاليغرافيا الأمازيغية وفي اللوحات الفنية. إلى أي مدى كيحضر الحرف ديال تيفيناغ في هذه الأنشطة الفنية عند التلميذ؟ بالنسبة للأنشطة الموازية، يجب أن نذكر أولا بأنها مغيبة على تدريس اللغة الأمازيغية، وكنرجع لنفس المشكل، لأن الأستاذ الإشكال دابا أن أستاذ اللغة الأمازيغية يعتبر كأستاذ متخصص بحاله بحال الأساتذة اللي كاين في الثانوي، اللغة الأمازيغية شد 8 أفواج، ويشد الأنشطة الموازية شبه مستحيلة، لأن في الوقت اللي كيخلي الأستاذ الأفواج ديالو راه كيكونوا عند أساتذة آخرين، يعني إمتى غادي يقدر أنه يفعل الأندية، حيت دابا الأنشطة الموازية كتفعل عن طريق الأندية النوادي التربوية داخل المؤسسة، وبالتالي باش يفعل الأستاذ النوادي التربوية خصو يفعلهم خارج أوقات العمل، يعني ما يمكنش يفعلهم داخل أوقات العمل كما هو العمل بالنسبة للمواد الأخرى. يعني صعيبة، حيت الزمن ديالو اللي هو 3 ساعات للفوج راه خاصه أصلا غير كافي ليه، يلاه يعني يعمل المادة ديالو. نعم. وما كافيش. تماما. ما كافيش حتى في الأنشطة الأساسية في المكونات ديالو باش عاد يزيد أنشطة الموازية، صعيبة، يعني هذا هو الإشكال. أما بالنسبة للجانب كما قلت الفني ديال الخط تيفيناغ، فالمتعلمين كيديروا مجهود حتى داخل الحصص، المتعلم الذكي المبدع اللي كيسالي قبل الوقت نقل المعارف ديالو. عندي تلاميذ، عندي متعلمين نماذج في تعلم تيفيناغ، انهم كيساليو قبل الوقت وكيجيو يسولوني على الاصل مثلا ديال ياز. مؤخرا واحد التلميذه جات عندي قالت لي هذاك ياز، او استاذ واش عرفتي فين جا الاصل ديالو، عرفتي علاش داروا بحال هكا؟
يعني كتبحث كتسول الاب وكتسول الاخ ديالها بان داك التاريخ ديال داك ياز انه لقاو في واحد النقوش صخريه وانه يعني كان تلاميذ هذا كيطرح علينا سؤال على مدى المام التلاميذ بالجانب الهوياتي اللي كيعكسوا الحرف. واش لما الاستاذ كيبغي يدرس كيبدا التدريس ديال الحرف تيفيناغ ويعرف بالحرف، واش كيعمل مثلا مقدمات تاريخيه وكيبين الاهميه ديال هذا الحرف في تاريخ المغرب، واش التلاميذ كيوعاو بهذاك البعد الهوياتي والتاريخي ديال الحرف؟ وللاسف الشديد يعني من بين مساوئ التعديل الاخير ديال المنهج التربوي للغه الامازيغيه كنلقاو بان المقررات الدراسيه تم افراغها من هذا المضمون الهوياتي والتقول في المستوى الثاني، كتعرف بواحد النقيشه اللي كاينه في تنزولين وذوك الحروف اللي كاين فيها، وبان الان هذا الشيء ما بقاش دابا كما قلت كاين دابا التكامل بين اللغات، داكشي اللي كيقراه التلميذ في اللغه العربيه والفرنسيه كيلقاه كاين عاوتاني في الامازيغيه. وبالتالي هذا اشكال كبير، لان التلميذ ونحن على امل ان يتم التعليم على المستوى الثانوي الاعدادي والتاهيلي، وبالتالي يستطيع التلميذ انه يقرا الامازيغيه في الابتدائي، يقراها نطقا وكتابه يعني وينتج فيها، ومن بعد ينفتح على التاريخ ديالها والثقافه في الاعدادي والتاهيلي. يعني نتمنى احنا على هذا الامل هذا ما دام انه تغير المنهج دابا ولا بهذه الصيغه هذه الجديده. وهذا كيطرح كذلك التواجد ديال الحرف في الكتابه في الفضاء العام، يعني التلاميذ اللي كيقراو الحرف في المدرسه كيشوفوه في واجهات المؤسسات، كيشوفوه في البلايك، واش هذا عنده اثر يعني على مستوى شحذ التعلمات واثاره الاهتمام ديالهم كذلك؟ لان كيف كنعرفوا حضور هذا البلد تماما. بالنسبه للجانب ديال الهوية البصرية، واش كيطلع على الوعي ديال المتعلمين؟ نقدر نقول استثناء، ماشي كمبدأ، استثناء المتعلم كيقدر أنه بعض المتعلمين اللي كيبحثوا كيحاولوا أنهم يتعرفوا يتعمقوا في اللغة الأمازيغية كيمشيو يبحثوا، عندي متعلمين كيمشيو يسولوا كيشوفوا مؤسسات كيشوفوا تيفينا على برا كيكتبوها وكيجيبوها كيقول لك هاني لقيت تيفينا مكتوبه في ديك المدرسه اللي كاينه لهي ولا في ديك المؤسسه اللي كاينه ولا في ديك دار الشباب. يعني كاينين ولكن استثناء، لانه كما ذكرت الكتاب او المقرر الدراسي هو المسؤول على هذا الجانب، لانه اداه ديداكتيكيه اساسيه للتدريس، يعني هو الاداه الاساسيه التي او الاولى التي يعتمد عليها الاستاذ في تدريس اللغه الامازيغيه. وبالتالي ملي كتكون مفروغه من هذا النوع من المضامين المحتويات ديال التعميم ديال الطابع الرسمي، سواء وكذلك التذكير المتعلمين بالاصل والجذور ديال هذا الحرف، فان المتعلم ما كيقدرش انه يساير هذا الخط او يبدا فيه ويزيد يبحث فيه. يعني الكتاب المدرسي اللي هو كما ذكرت الاداه الاساسيه، يعني مادام هو ما كيمكنش المتعلم من هذا الجانب وحفزه انه يقلب، راه كتكون واقعيا صعيبه على المتعلم انه الا دار مجهود كما ذكرت، وكذلك المحيط المباشر ديالو كيلعب دور كبير في هذا الجانب هذا. الا كانت الاسره ديالو متشبته بالتدريس ديال اللغه الامازيغيه وكتساعد وكتعاونوا في هذا النوع في الابداع باللغه الامازيغيه، فانه طبيعه الحال غادي يرد البال كما ذكرت الهويه البصريه ديال الامازيغي اللي هو حرف تيفينا في جميع في اي بلاصه لقى حرف تيفينا فانه غادي يثير الانتباه ديالو. ان يعني نسمع هضره بان الامازيغيه خصو يركز على مواد اخرى اساسيه وان الامازيغيه ثانويه، وهذا خلى انه ما كيبغيش مازال يكتب ليا في الدفتر. يعني ابسط حاجه انه يكتب، يعني عارف الحروف ولكن يكتب يكمل المعرفه ديالو ويكتب في الدفاتر ما تيبغيش، تعطيه الدفتر تيسدو تيجلس. يعني كان مجتهد وكان تيكتب وتيقرا مزيان. يعني الاسره راه ممكن تكون كتلعب دور ايجابي ولكن ممكن كذلك انها تلعب دور سلبي، وهذا كيدل على ان الاسره خصها تكون مساعده في انجاح العمليه التعليميه ديال جميع المواد. ويكون هناك وعي في الاسره باهميه هذا الدور اللي يعطي للتلميذ واحد التعليم اليوم، يعني التعليم بصفه عامه
اليوم يعني يعتبر يجب أن يعبأ له الكل، جميع المؤسسات بما فيها الأسرة يجب أن تعبأ للتعليم. ما يمكنش المدرسة نخليو لها المهمة بوحدها، لأنه ما يمكنش، مستحيل، لأن المؤسسة الأولى عند الطفل أو التلميذ هي الأسرة، هي الأسرة، هي الخلية، هي الخلية ديال المجتمع وديال التنشئة الاجتماعية كذلك. تماما، حتى التعلمات ديالو في المدرسة راه كيديها الأسرة باش يدير لها التقييم وباش يصفي هذيك التعلمات واش فعلا صحيحة، حيت كيفعلها تما في المحيط ديالو المباشر كيحاول المتعلم أنه يفعل ذوك التعلمات واش فعلا كتنطبق مع الواقع المعيش ديالو ولا لا. إذا راه الأسرة أساسية، ثم الإعلام، ثم مؤسسات أخرى. إذا الأسرة أساسية جدا في العملية التعليمية. وهذا كيبين يعني الأهمية ديال الوعي المواطن على العموم، لأن ملي كنهضروا على الأسرة كنهضروا على الوعي ديال الأب وديال الأم، وهذا معنى أن الوعي المواطن في المجتمع لما كيكون فاهم الأهداف الكبيرة ديال المؤسسة التربوية والأهداف الكبيرة كذلك ديال القرارات الرسمية ديال الدولة، فهذا كيساعد العملية التعلمية. لأنه كنتذكر يعني في 2003 لما بدأ تعليم اللغة الأمازيغية كان هناك آباء ليرفضوا أن أولادهم يتعلموا الأمازيغية، ولكن فيما بعد اكتشفوا بأن كل لغة كيتعلمها، كنهضر هنا على الأسر أغابوفونية يعني عربوفونية وليست ناطقة بالأمازيغية، كيبين أن كل لغة هي قيمة مضافة كبيرة بالنسبة للطفل. يعني هناك مسابقات كتدار حول القراءة وكتكون فيها غالبا العربية أمازيغية، هذا كيطرح السؤال عربية فرنسية، قل ما نجد الأمازيغية حاضرة، هذا كيطرح السؤال على المهارة ديال التلميذ في ملكة القراءة بحرف تيفيناغ بسرعة. يعني واش هذا لما كيوقع داك التعليم المتدرج حتى للسنة الرابعة الخامسة، واش كتكون الملكة القراءة مضبوطة عند التلميذ في المستوى؟ كتعلق بعدم الاستمرارية ديال تعلم اللغة الأمازيغية في المستويات المتقدمة من الرابع والخامس والسادس، فإن الأمر يقف عند المتعلم المبدع أو اللي عنده الملكات ديال ممكن نقولوا النبوغ، يعني التفوق، يعني تفوق متفوق، كيبحث كيقرا في الدار، يعني هذا المتعلم هو اللي عليه آمال أنه يقرا الأمازيغية. أما دون ذلك فيصعب فضيل كما ذكرت في مستويات من الأول الثاني والثالث، يصعب حتى الرابع، يصعب أن المتعلم يكون كيعرف أنه يقرأ وكيتقن القراءة بصفة حيت في المنهاج راه حدد الكفاية ديال القراءة في عدد الكلمات التي يجب أن يقرأها المتعلم في الدقيقة. يعني المتعلم حتى المستوى الرابع أنا مازال ما تيقدرش أنه يقرأ بسرعة وأنه يقدر يفهم المقروء، مازال عنده المعجم ناقص، مازال عنده بزاف ديال إلى جينا الكتابة والقراءة في المستويات كاملة كنلقاوها وفق المبدأ ديال التدرج كنلقاوها مقسمة على جوج، القراءة من أجل تعلم، يعني تعلم القراءة، ثم في المستويات الرابع الخامس السادس كنلقاو بأنه يقرأ من أجل الفهم، كيقرأ باش يفهم، يعني تغري، كنقولوا تغري المود تغري الأول الثاني الثالث، يعني أو تعلم القراءة ثم تغري ولمود. القراءة من أجل التعلم، من أجل التعلم، يعني ضرورة ضروري باش يكون المتعلم متمكن، ضروري أنه يقرأ الأمازيغية جميع المستويات إلى المستوى على الأقل المستوى الخامس، على الأقل المستوى الخامس باش يقدر أنه يقرأ ويفهم شنو كيقرأ وكذلك يكون متمكن من الخطاب وطريقة الإلقاء وكذلك احترام العلامات ديال الترقيم. وبالتالي يعني هذه يمكن نقولوا أنه في النهاية حرف ديال التعليم باش يتقنوا التلميذ خاص تكون المقومات كلها ديال العملية التعليمية والشروط متوفرة، وهذا ليس هو الأمر بالنسبة للأسف لتدريس اللغة الأمازيغية. تماما يعني بدءا بالوسائل الديداكتيكية، فالدعامة المستعملة لتدريس اللغة الأمازيغية فكباقي اللغات يجب أن تكون يعني ذات راهنية، يعني تكون دابا ديال الآن، يعني آنية. المتعلم الآن كيستعمل الهاتف وكيستعمل الطابليت، ما يمكنش دابا نرجعوه ونوليو نقريوه بالصور العادية أو ربما بالحوار الجاف بحال هكذا،
يعني ضرورة أن تكون الدعامات للتكنولوجيا الرقمية متوفرة للمتعلم باش أنه يقدر يساير العملية التعليمية التعلمية. ثم ما يتعلق بالزمن ضروري استعمال الزمن خصو يضبط ويصبح رسمي بحال جميع اللغات تماما، وكذلك والقسم كذلك الوقت المخصص لتدريس اللغة الأمازيغية. نعم، والفصل الدراسي الفصل أن يكون متوفرا. نعم للأستاذ، ويكون أستاذ القسم حبذا لو يتم، لأن الآن ما يتم فعله فيما يتعلق بتعميم اللغة الأمازيغية يتم تعميم الأستاذ وليس تعميم اللغة الأمازيغية، يتم تعميم الأستاذ. هناك تكليفات للأساتذة بثلاث مدارس. يعني هذا يعني بأن الموارد البشرية الكفأة والكافية، ولما لا أستاذين بمؤسسة أو ثلاث أساتذة بمؤسسة واحدة، الموارد البشرية الكافية. نعم. تماما. وتوفير جميع الوسائل الديدكتيكية، وتوفير فضاء ملائم وتكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة بمدرسة واحدة. يعني هذا هو الذي سيجعل الكتابة وجميع مكونات اللغة الأمازيغية والأمازيغية وتدريسها سينتج وسيكون ذات فعالية وذات جودة بطبيعة الحال. سي طيب بركة أستاذ اللغة الأمازيغية بالرباط، كنشكرك تنميرتني، كنشكرك على الإسهام ديالكم في هذه الحلقة لإضاءة الجانب المتعلق بتدريس الأمازيغية بحرفها الأصلي تيفيناغ. سيدات والسادة مشاهدات مشاهدي الأعزاء، كالعادة قبل ما نختموا الحلقة ديالنا كنقدموا بعض الإصدارات في مجال الإبداع.